كنابي السالمون المدخن في وعاء يوضع 200 جرام من الجبنة الكريمية. تضاف 3 معالق كبيرة من الثوم المعمر المفروم، ملعقة صغيرة من الشبت الطازة المفروم، رشة فلفل أسود ويقلب. يفرد خليط الجبنة على شرائح من الخبز، ثم توضع شرائح من السالمون المدخن على خليط الجبنة. تضاف شرائح الليمون وعرق شبت صغير وتقدم.